الترانزستور. في 17 من نوفمبر من عام 1947 كان العالم على موعد مع أهم اختراعات القرن العشرين، الترانزستور. في ذلك التاريخ اجتمع العالمان الأمريكيان جون باردن ووالتر براتن ليضع مبادئ اختراعهما الجديد الذي أحدث ثورة في عالم التكنولوجيا والأجهزة الكهربائية. تقوم فكرة الترانزستور على تكثيف الموجات الكهربائية وتغيير اتجاهها، وهو ما يعرف اليوم بأشباه الموصلات. وبسبب هذا الاختراع أصبح استخدامه مرافقاً لكافة الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها البشر في حياتهم اليومية، كالهواتف والتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات، وأيضاً السيارات والطائرات والصواريخ الفضائية. وتحول للقلب الذي يحرك كل هذه الأجهزة بكفاءة وسرعة. تعمل الترانزستورات عن طريق التحكم في التيار الكهربائي عبر وصلتين، وهذه الوصلات نقاط في بلورة شبه الموصل يلتقي عندها نوعان من المواد، وتكون المناطق حول جانبي كل وصلة متحورة بطرق مختلفة. وشبه الموصل مادة تحمل التيار الكهربائي بدرجة أفضل من العوازل مثل الخشب والزجاج، ولكن ليس بمستوى الموصلات مثل الفضة والنحاس. والسيليكون هو أكثر أشباه الموصلات استخداماً في الترانزستورات، ولا بد من تطبيق حد أدنى من الفولتية على شبه الموصل قبل سريان أي تيار كهربائي. بسبب اختراع الترانزستور حصل العالمان جون باردن ووالتر براتن ومعهم العالم ويليام تشوكلي على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956، وأصبح هو رمزاً للتقدم التكنولوجي الذي وصل له البشر حتى الآن.